يا رجل. يا رجل. وين ما يروح الزائر في أرجاء هذه الدولة الجميلة ما يحس بالغربة، بالعكس تماماً، يعيش قصص جديدة وتجارب فريدة. في الفترة الأخيرة لاحظنا الكثير من الفنادق اللي تم افتتاحها في قطر، وطبعاً الكثير من المنتجعات والأماكن السياحية والترفيهية، وإن شاء الله إحنا راح نغطي هالأماكن تغطية مميزة، وراح نأخذكم في جميع أنحاء الأماكن السياحية، وكل هذا راح تشوفونه في برنامج في قطر. معاكم سعود المضاحكة، محب للسفر وللتجارب، وحياكم معاي في قطر. أكيد سمعتوا كلمة staycation، خصوصاً في الفترة الأخيرة، وهي كلمة تجمع بين عطلة وإقامة. واليوم عطلتي بتكون مميزة، لأني بزور منتجع فاخر تم تصميمه ليكون أحد أكبر وأفخم المنتجعات الصحية في الدولة. يقع في قلب الدوحة، وتحديداً في المسيلة الخضراء. أكيد عرفتوا وين وجهتي، لمنتجع المسيلة، أحد منتجعات نوادي لكجري الصحية. وصلنا الفندق، وخلونا نتعرف عليه أكثر. حياكم. الانطباع الأول وقت دخولك الفندق مهم جداً، لأن هي الصورة اللي بتتم معاك بذاكرتك. الصراحة شكل الوضع يبشر بالخير. خلنا نسوي تشيكن ونشوف الغرف. يس هاي. There is a reservation under my name, سعود. خلوني أعطيكم نبذة أولية عن المنتجع. يمتد على مساحة 14,000 متر مربع، ويضم أجواء القصور الخاصة والغرف الفاخرة والأجنحة المميزة، وفلل تحتوي على حواض السباحة الخاصة. يقدم تجربة لا مثيل لها، وأسلوب حياة صحي داخل مدينة الدوحة. حلو أن الواحد يعرف أن هالفندق بإدارة ماريوت بونفوي، ويندرج تحت مظلة كتارا للضيافة. والحين راح ألتقي بأدهم، أحد العاملين بالفندق، لنتعرف على الإجراءات اللي متخذينها في هذه الفترة. السلام عليكم. مرحبا. السلام. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. هلا فيك. ما شاء الله. أنا أخذت جولة خارجية. نعم. واستمتعت فيها الصراحة. نبي نشوف أو نتعرف على الإجراءات اللي تتخذونها في الفترة. أكيد، أكيد. أهلا وسهلا فيك. تعرف أنت بعد ما صار الأزمة الحالية الكوفيد 19، فالعالم كلها صارت ببيوتها، والحجر الصحي، وما عم يحاولوا يخفوا يختلطوا مع العالم، والأوتيل طبعاً هو مكان تجمع العالم. بس نحن عم نأخذ دائماً الإجراءات الاحترازية بخصوص هذا الموضوع، من خلال الماسكات، من خلال التعقيم المستمر والعلى طول بالغرف، أو من خلال عن طريق التشيك إن مع قياس الحرارة، مع كل الإجراءات الاحترازية. وزائد لهذا الموضوع هو برنامج الاحتراز، اللي هو لازم يكون أي زبون يفوت لعنا، أي ضيف لازم يكون فعال. وشلون تشوفون الإقبال هالفترة؟ الحمد لله الإقبال ممتاز، لأنه عندنا هون كل أنواع الرفاهية. على طاري الرفاهية، أنا متحمس جداً أني أشوف الفيلا اللي حجزت، لكن قبلها لازم نوقف على بعض التفاصيل الملفتة اللي عجبتني في منطقة اللوبي والفندق بشكل عام. عمركم سألت نفسكم شنو معنى كلمة المسيلة؟ معناتها تدفق المياه. وفي الفندق هذا راح تشوفون أكثر من 100 معلم يدل على تدفق المياه. أوه.
هالأصوات تخلي الواحد يكون ريلاكس، يدخل في أجواء حلوة. هالأوراق اللي تشوفها يقول إنها صناعية، لكن ما شاء الله هاي طبيعية وتتغير كل أسبوع. التصاميم العربية والمشربية موجودة في كل أنحاء المنتجع ما شاء الله. ومثل ما تشوفون التصميم اللي وراي موجود في كل مكان في الفندق ويرمز إلى الحرية. الحلو أول ما تخلص التشيكن في سيارة كلاب كار ناطرتك وبتوديك سيدة على باب غرفة. هاي غرفة الطعام طبعاً، وأحلى شيء عجبني صراحة أن المزج بين الستايل الحديث المودر مع الستايل العربي. كل شيء عندكم ما شاء الله، حتى الفرن موجود إذا الواحد يبي يطبخ. شفنا المطبخ والصالة والمطعم، أنا أقول خلنا نشوف غرفة النوم. حياكم. حمام حق الضيوف، غرفة النوم، حتى شنطتي وصلت قبل ما شاء الله. خلينا نشوف الماستر بيتروم. المكان الصراحة ولا أروع. والحين لازم نضبط لنا قهوة قبل لا نطلع برا. حياكم. لا ما شاء الله، برشة خاصة بعد. اليوم لازم أنزل في البرشة الصراحة. المكان يعني خصوصية وخضار، الواحد بعد يوم شيق لازم يجي ويريح في المكان، خصوصا حق العوائل. يعني المكان مسكر برايفسي وبرشة السباحة بعد. الله. في منتجع المسيلة في 30 فيلا نفس هذه الفيلا الرائعة، وتجيكم بأحجام مختلفة، وكلهم فيهم برج خاصة للسباحة. مو بس شي، يوجد أيضاً 152 غرفة وجناح، ويتميزون بخدمتهم السريعة للتوصيل والطعام. وعلى طاري الأكل، في مطعم يمدحونه في الفندق وقلت لازم أجربه. دالي كيتشن للشيف بينو لافارا الحاصل على 3 نجوم ميشلان ستار. أكيد الأكل راح يكون مميز، وأنا صراحة جيت. حياكم. السلام عليكم. لا تفوتكم ريحة الأكل أول ما تدخل المطعم، وأنا الصراحة متحمس أجرب الأشياء اللي يقدمونها، لكن بعد هالفاصل. أول
أول ما قعدت في ديلي كيتشن لاحظت أنهم يقدمون الكثير من المأكولات والأطباق المتميزة. أنا شخصياً ما في طبق في بالي، فراح أطلب الأطباق المميزة والخاصة في المطعم. Good afternoon, sir. My name is Daniel. I will be taking care of you. What can I do for you? Yeah, can I have the restaurant specialties? Certainly, sir. We have what we call the journey, which is composed with a burrata, guabao, dim sum, and also salmon teriyaki. I would like to have this. Perfect. الشيء المميز في المطعم إن لما تطلب تشوف أكلك ينطبخ قدامك. انطباعي الأول صراحة شكلها لذيذ، لازم نجرب. والله صراحة شيء حلو طيب، تحس الأكل ما شاء الله يذوب في حلجك. مزيج الجبنة مع الطماطم والباستو شيء خيالي. من الطبق الإيطالي رحنا على الصين، عندنا الدم سان والفاو. شكله الصراحة بسم الله. حلو في هالطبق. أيضا قبل لا يعني أتذوقه الألوان ما شاء الله. عندك البرتقالي على الأحمر على الأخضر. This is salmon, huh? Yes. I like it. Can you please call the chef? I would like to meet him. Sure. Hello. Hi, chef. Have a seat. Thank you. So I see you have this wonderful salmon here. Yeah. Oh, بعد ما شاء الله. ما شاء الله. I feel like I eat all around the world. From yeah. Asia, Italian, everything. And it's good, actually. So tell us more about this restaurant. And Okay, Deli Kitchen is a journey around the world. Okay, so in our food, as you experience here, we started from the Asian corner to the smoke North American area, to the grill, which is all the Robata and the Jasper. So we go, even the grill is around the world. Flats and dessert. So it's basically, it's a journey. It's a journey. So, actually, I'm enjoying the food and I'm enjoying the, as you said, it's like a journey. I went all around the world with a meal only. Exactly, this is my goal. I mean, I love to do this one. I love to take people on an unconventional lunch or dinner. So once you come in here in Deli Kitchen, all of this, the concept is about that. It's taking you around the world through the food. Chef, I saw colorful pizza. Can we take a look at that? Come with me. Yeah. I'll show you how to do it. Okay. Chef, I noticed when I came this amazing color. So can you explain what are this amazing colors? Okay, this is all unconventional pizza. So what we're doing here, I do from a charcoal pizza, a regular white dough pizza, one tomato pizza and a spirulina pizza. So this is my first time actually doing pizza. Okay, let me teach you, okay? I'll train you. You do this one, I'll do this one next to you. Okay. Okay, so you just put the finger together and press. Okay. Almost to the edge. So you always have to leave a little bit on the edge. Okay. Yeah? And then you move of one quarter. This is the best way of any pizza chef needs to work. And then you press
further and further until you achieve the right consistency. Okay, now take it in your hand. Okay. Then you just. When we throw it. You want to throw it? Yes, that's the way. It looks simple. Yeah. Okay, I'll help you. Okay. Let's do it together. Okay? Yeah. Okay. Okay? All yours. Oh, so I put it next to it? Next to it. Yes, that's perfect. Okay. ايش رايكم؟ من بيتزته افضل انا ولا الشيف؟ اكيد الشيف لانه عنده 3 نجوم ما شاء الله عليه. ثانك يو شيف، ابريشيت ات، اي ريلي انجوي. وطبعا اللي الفندق لازم يجرب الديلي كيتشن. طبعا احلى شيء بعد الوجبه الدسمه حلو ان الواحد يهضم، واللي يميز هالفندق انه عندهم مسارين للجري، فحلو ان الواحد يغير جو في هالخضار، يركض ويسوي رياضه وينشط نفسه. ومن خلال هذا المسار المحاط بالخضار تقدر توصل للنادي الصحي. يوفر اجهزه لتقويه القلب والاوعيه الدمويه، وصالتين العاب رياضيه، واحواض سباحه داخليه. وأيضا يوصلك المسار إلى حوض السباحة الخارجي الواحة. واللي يزور المنتجع مع عياله يقدر يدخلهم على نادي الأطفال المكتشفين، وهو عالم خاص بالأطفال يقدرون يعيشون فيه تجربة فريدة مميزة بكل معنى الكلمة. أكثر شيء معروف في المنتجع هو النادي الصحي للسيدات، المسيلة Ladies Wellness Retreat. وهو مقسم لأربع عوالم للصحة المائية: العالم الشرقي، عالم الخيال، عالم المعادن، وعالم الزهور. هذه التجربة تمنحك فرصة للاستمتاع بتجربة رائعة من خدمات الرفاهية والعلاجية والاستشفاء. طبعا هالمكان قبل لا يصير فندق كان عبارة عن واحة ومحمية طبيعية للأشجار، وبعد ما بنوا الفندق حافظوا على هالأشجار. مثل ما تشوفون أندر أنواع الأشجار موجود في هالمكان. كانت تجربة مميزة لي في منتجع المسيلة، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معي. أوعدكم الأسبوع الجاي نتلاقى في فندق أو منتجع مميز في قطر.